بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. قال الإمام المحلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين في كتابه المسمى بكنز الراغبين: ثم إذا صلى على هيئة من هذه الهيئات التي سبق الكلام عليها وقدر على الركوع، يبقى ثم إذا صلى على هذه أو على أي هيئة من الهيئات السابقة اللي هي إيه بقى؟ اللي هي القعود أو الاضطجاع أو الاستلقاء، فحاصل ما ذكره من الهيئات ثلاث، وقدر على الركوع والسجود، يعني أمكنه ذلك من غير مشقة لا تحتمل عادة، وقدر على الركوع فقط أتى به، قدر على السجود فقط أتى به، قدر عليهما أتى به، فإنه يلزمه أن يأتي بالمقدور. قال: وقدر على الركوع والسجود أتى بها، أي وجوبا، أي على سبيل الاشتراط، لأنها أركان لا بد فيها، لا بد في الصلاة منها، وإلا يعني وإن لم يقدر على الركوع بأن لم يمكنه ذلك بغير مشقة تحتمل عادة، أو ما يعني أشار بهما، أي بالركوع والسجود أشار إليهما منحنيا، يعني أومأ بهما حال كونه منحنيا، يعني أشار منحنيا وقرب جبهته من الأرض بحسب الإمكان، وبحسب إمكانه ينحني ويقرب جبهته من الأرض، لأنه لو كان جالسا حولها انحناء هكذا ويحاول إن هو يفعل المقدور، أو كان مضطجعا يحاول إن هو يقرب جبهته من الأرض، أو كان مستلقيا كذلك بقدر الإمكان وقرب جبهته، يبقى أومأ حال كونه منحنيا، يبقى وهيومئ بإيه؟ قال هيومئ بإيه؟ يعني أطرافه، بعينيه، بأجفانه، ومع هذا يقرب جبهته من الأرض بحسب الإمكان، لكن عليه أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه. طيب، هو هنا يعني لم يتكلم على، كما أقول أنا، على قضية الإماء بالطرف، ده هو كأنه يريد أن يقول بأن الإماء يعني بجسمه هكذا، ويجعل سجوده، يعني يجعل الإماء بالسجود أخفض من الإماء بالركوع، بس ده يسمى إماء؟ ده يسمى إماء ولا ده يسمى فعل؟ المشكلة أن العبارة هنا بتقول أومأ، أي أشار بالركوع والسجود منحنيا، يعني حال كونه منحنيا يشير بالركوع والسجود، ويقرب جبهته من الأرض بحسب الإمكان، ويكون سجوده أخفض من ركوعه. طب هات لنا كده الخطيب، هي العبارة مش في الخطيب ولا في الكلام ده، بس هتشوفوا لنا كده. أومأ منحنيا، وقالوا منحنيا دي حال من قوله أومأ، يعني أومأ حال كونه منحنيا، يبقى يومئ بإيه؟ الظاهر كده إنه يومئ بأجفانه. جميع البدن منحنيا بإيه؟ بجميع البدن. اقرأ كده. قوله أومأ بهما، أي بجميع بدنه كما أشار إليه. صح كده. فإن عجز أو لا، يبقى يومئ بجميع البدن. صح كده.
يبقى جميع البدن هكذا كما ذكرنا، وإنه بعيد خالص عن الأكفان وبعيد عن العين. يبقى الإماء هنا هو عبارة عن الإشارة بالجسد. طب أي شيء في الجسد؟ أنا فهمت إن الإشارة بالعين، أنا قال لا، الإشارة بكل البدن. ويجعل إماءه ببدنه في السجود أخفض من إمائه في الركوع. كمل كده. فإن عجز أو مأى برأسه وجوبا، فإن عجز أو مأى بأجفانه كذلك. ده بقى اللي كمله القليوبي، إنه هاب إنه هو عجز عن الإماء بجميع البدن، اليوم برأسه كده. طب عجز عن الإماء برأسه يبقى بأجفانه. فكت العبارة اهي، فكت العبارة. عندك في حاجة؟ ما أظنش. عندك حاجة؟ عنديش. وبس يقول فين عجزة فين عجزة فين عجزة. كمل كده ايه؟ عجز عن ذلك أو مأى برأسه. أو ما نفس العبارة دي للخطيب. وسجود أخفض من الركوع. لكن ما قالش بجميع بدنه. فإن عجز فببصره. طب سلام، كلام سليم. وضحت العبارة كده جدا جدا. حتى في حالة الاضطجاع والاسترقاء. كذلك. كيف؟ هو مسترقي. ما هو بيقول لك انحنى ببدنه بقدر امكانه او ما بهما منحنيا، يعني قرب الجبهة. كيف يكون للمستلقي؟ المستلقي هيعمل كده، يحاول ان هو يقرب الجبهة من الارض ما امكنه كده، كأنه يفعل هكذا. فان قدر على زيادة يفعل، فان قدر على زيادة يفعل، وهكذا. كل ده يعني في مجال محاولة التشبه بالفرد، محاولة للوصول إلى الفرد. بس شوف بقى الدقة، يعني مش خلاص مش قادر يسقط هذا وذاك ونذهب إلى شيء آخر، لا، نحن نسير بمنهج. منهجنا هو إيه؟ أننا متى حاولنا شيئا قريبا من الأصل لزمنا ذلك، متى قدرنا على شيء قريبا من الأصل لزمنا ذلك. وده بقى فقه انضباطي، لا انفعالي ولا فقه عاطفة، وإنما فقه منضبط. أما الاتجاه هو لم يضع رأسه على الوسادة مثلا، ورأسه على الأرض مباشرة، يحاول يعني احنا بنديله قواعد عامة. ورينا كده عايز تعمل ايه؟ اتجع كده، ما يهمكش، اتجاعك ليس عورة. هيومئ برأسه، يومئ لجهة القبلة او تحت، يعني هو اصلا على الارض. هو يقرب الى القبلة وصول دقيقة. ما هو انا خايف انه لو اومأ كده هيخش على، لان هنا بيقول لك ويقرب جبهته من الارض. هل ده حاصل في القادر على القعود، ولا وارد ايضا في المستلقي ووارد في المضطجع؟ هو ظاهر الكلام انه وارد في الجميع، ظاهر الكلام كده، ان ويقرب جبهته من الارض بحسب الامكان سواء أمكنه ذلك وهو قاعد أو وهو مضطجع أو وهو مستلقي. واخد بالك؟ سيبك بس الأول من مش هتلاقيها، اصبر. ما هو غيرك أنا كنت بحثت فيها، عايزين نفهم من دوت الأول، نعتمد على حل العبارة ونفككها منه، وبعد ذلك نبحث عن البحث. انت دلوقتي بتقول انا عايز اعرف ازاي وهو مضطجع على جنبه يقرب جبهته من الارض. هو وهو مضطجع مش يبقى الاستقبال بايه؟ بوجهه وبمقدم صدره. طب ما هو لو قرب وجهته ووجهه من الارض
سيؤدي ذلك إلى خروجه عن القبلة في حال السجود. فهل ده يستثنى منه في حال السجود ويكون تقريبه في حال السجود قائم مقام وضع جبهته على الأرض ويكون مستقبل حكما لا حقيقة كما قلنا بذلك في حال الساجد؟ أرى أن ذلك هو المراد. يلا شوف بقى القضية، عايز تبحث يلا ابحث، فاتحين البحث ما عنديش مشكلة. طيب مين اللي عايز يسأل؟ قال لي أنا عندي فهمته لكم، واللي موجود في حشية القليوبي، واللي موجود عند الشيخ الخطيب. عندك أي حاجة عندك؟ الإمام الخطيب شيبوني قال ولو عجز، ولو عجز. شوف بقى كلام جديد، شوف بقى بحث حلو. عبارة الشيخ المحلي ضيقة زي ما انت شايف كده، ضيقة جدا. الشيخ الخطيب يوسع، تطلع على المحل على الرملي يوسعها لك شوية، تطلع على القليوبي يوسعها لك شوية. خلي عندك بحث واسع ونفس طويل، ما تملش ولا ترضى بالعبارة الدنية القريبة. ابحث إلى أن يشعر، تشعر بتشبع من أنك أنت أوسعت فيها قولا. حاول، اوعى تيأس، ما أفلح من يأس، ما أفلح من يأس. طبعا هيفلح فين؟ لن يحصل مقصودا، ولن يرتقي، ولن يرتفع. فاليأس ينهي أمال طالب العلم. لازم يبقى عنده قوة بحثية وعنده صبر. ما أفلح إيه؟ ما أفلح من يأس. إيه أقول بقى عندك كده؟ قال الإمام الخطيب الشيخ رحمه الله ولو عجز، ولو عجز عن السجود، عن السجود يا سلام، إلا أن يسجد، إلا أن يسجد بمقدم رأسه، بمقدم رأسه أو صدغه، أو صدغه، وكان بذلك أقرب إلى الأرض. وكان بذلك أي ب مقدم رأسه وبصدغيه أقرب إلى الأرض. وجب ذلك لأن هذا قريب من المطلوب. ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، والميسور لا يسقط به المعصور. معنى القواعد هو معنى الأدلة. فإن عجز عن ذلك أومأ برأسه. فإن عجز عن ذلك أومأ برأسه. هيعمل كده ويجعل السجود أخفض وهكذا. يعني هو يستطيع أن يحرك رقبته وهكذا، يجعل هيئة الركوع هكذا وهيئة السجود يزيدها، لأن ده آخر ما وصل إليه. أو ما برأسه يعني أشار برأسه إلى كل من السجود والركوع، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. هذا في الاستلقاء والارتجاع معا، حيثما أمكنه في الاستلقاء أو في الاتجاع يا مولانا، لأنه محددش. أو في القعود، افرض إن هو الطبيب قال له ما ينفعش إن أنت تجعل شيء من وجهك على محل سجودك، وتستطيع انك انت تسجد بصدغيك، وجب عليه ذلك لانه قريب، اهو محاكي كانه قريب. اذا كان هو على الارض ما هو المطلوب؟ على الارض او مستلقي او مضطجع، ما هو المطلوب منه؟ هو اصلا راسه على الارض، ما هو المطلوب منه لكي يفرق بين الركوع والسجود؟ يعني الجزء ده او ما هو المطلوب منه أصلا؟ مطلوب منه أنه إذا استطاع شيء من الركوع يفعله. إزاي بقى؟ طب اعمل لي صورة عشان أعرف. فإن كانت
فالآن هو عايز يركع. هو عايز بس لا يستطيع إلا هذا. هو على الأرض. آه طب هل يستطيع تحريك رقبته؟ يعني هو يروح إلى جهة القبلة. لا هو نفس القعده دي بس عشان ثانيه واحده يقدم الى جهه القبله. هو كده اهم سواء كان القبله حضرتك. أيوة. وهو متوجه الى القبله قبله ان شاء الله. الصوره دي ايه الممكن ان هو يقدر يعمله؟ يعني ادي الهيئه اهي، ايه اللي يقدر عليه واذكر لي عشان انا لازم اصل. بص اقول لك حاجه، فضفضه التصوير يعني في التدريس ينبغي أن تنقطع. هات لي صورة مضبوطة ودقيقة وأنا جاوبك عليها. أما الفضفضة في التصوير ما ينفعش. إيه الصورة اللي أنت ممكنة في ذهنك وتريد أن تسأل عنها؟ يعني إذا كان نائما ما مطلوب منه؟ أو نائمه اللي يستطيع السؤال بتاعي، ما الذي يستطيعه؟ ايه اللي يقدر عليه؟ هتقول لي ايه المطلوب منه؟ هقول لك ما الذي يقدر عليه في هذه الحالة؟ في اي شيء، يعني هنا في اي شيء، يعني على الارض او جهة القبلة مقدم، يعني ايه اللي يقدر عليه؟ قول لي واحد اتنين تلاتة وانا اقول لك يعمل ايه. اصل انا معتاد الفتوى بالطريقة دي، تحليل. ايه اللي يقدر عليه؟ ايه اللي تقدر عليها في هذه الحالة؟ قادر على قد الرأس مثلا، يعني عمل كده، نعم على طول او كده. لا يبقى في السجود بقى كده، قرب رجبهتك الى الارض. كمان تقدر، كمان افرض انه لا يقدر الا على هذا، فعل هذا. ولذلك شوف عبارته قمة في الجمال، وقرب بحسب الامكان. شوف كلمة بحسب الامكان. ولذلك شوف بقى يعني ايه، معلش انا مسكت معاك قلت لك يقدر على ايه، قول لي بحسب الامكان. فاذا امكنه شيء فعله. هب ان هو يستطيع ان يقرب جبهته من الارض، لزمه ذلك. طب يستطيع زياده، يقربها زياده، يعني يفعل كل ما في قدرته وطاقته. طب بيعمل ايه بقى في الركوع؟ أقل. قادر يرفع رأسه؟ يطلع كده. قادر يرفع رأسه هكذا، دي آخر منتهى رفع رأسه يجعل هذه للركوع. طب شيل كده بقى دي، ويستطيع أن يفعل هذا في السجود، يفعل هذا. يبقى يجعل الهيئة وهو على المخدة للركوع، ويجعل ما تحتها للسجود. وبذلك حصل الفرق بين الفعلين بحسب الإمكان. ولذلك شوفوا عملها هنا إيه بقى دكتور، قال لك بحسب الإمكان. إن أمكنك فعل شيء قريب من السجود ينبغي عليك أن تفعله، ينبغي قدرت على شيء قريب من الركوع ينبغي عليك أن تفعله. فمتى قدرت على شيء لزمك فعله. ازاي؟ تعال اعملها بحسب الامكان. اصل ده تصوير، والسيولة في التصوير تحتاج من السائل ان هو يصورها لنا، يقول لنا اقدر على ده وما اقدرش على ده وانا جاوبك. اما تقول لي كلام واسع لا استطيع تحديد المراد منه مش عارف اجاوبك. اكتر حاجة بيمرق في المستشفى ده كده، يعني في أي مستشفى انت دخلت قبل كده؟ نعم. دخلت زائر يعني ولا دخلت مريض؟ مريض شوية. معلش قوي متين. مولانا الاستوية بين الركوع والسجود ازاي؟ تعالى كده وبسل. انت يا ابني لا تعالى انت اللي تعرف مرادك. مولانا بحسب الامكان يعني استوية بين الركوع والسجود. فين بقى كده؟ هنا بس. يعني لا يستطيع إلا هذا. أيوة لا يستطيع إلا هذا. طيب هل يستطيع أن يحرك رقبته أكثر من هذا، ولا هذه الحركة يعني إيه رقبته لا تتحرك أكثر من هذا؟ لا ممكن، يعني هو اعتدال.
حادثة بالموتوسيكل. حادثة بالموتوسيكل، خلي بالك. لا لا، ده اسمه موت وسيكل، يعني مركب من كلمتين يا أولاد، موت ومعاه سيكل كمان. سيكل يعني مقبرة. هو يعني بالأكسيدنت. بالإيه؟ حادثة. بعد كده أكتر يعني أنا بشوفه في المستشفى، هم يعني زي كده بس، يعني لا يحدث على أي شيء. طيب، هيجعل هذه لي السجود، لأن دي هذا نهاية ما عنده. أيوه. ويرفع قليلا هكذا للركوع إن استطاع. طب إن لم يستطع، طب ارفع قليلا كده، دي آخر حاجة عنده مثلا للركوع، انزل، ودي للسجود، لأن هذا هو المقدور بحسب إمكانه. طب هاب إنه هو لا يستطيع إلا هذه، لكن يستطيع إنه هو ينحني قليلا بوجهه إلى الأرض، ينحني وجوبا لسجوده. ولذلك قال إيه؟ بحسب الإمكان، بحسب الإمكان. خد المبدأ ده واشتغل بيه. حد عايز يسأل يجي يعمل هنا، واخد بال حضرتك، واحنا نجاوب. صلى قاعدا، صلى قاعدا، وقدر على الركوع، وقدر على الركوع. الركوع ايه؟ من قعود. من القعود هو رفع وركع. ماشي. لكن لو فعل ذلك هو لا يستطيع ان يقعد. لو فعل ذلك لا يستطيع أن ينزل، لا يستطيع أن ينزل إلى أن ينزل للسجود والقعود. هل له أن يبقى أو ويظل قائم هكذا؟ نعم. ويأتي ببقية. يا ابني أنت أسئلتك عايزة مجتهد، حيتك بيضة. فهل يلزمه أن يقف ويركع ثم بعد ذلك يعني لا يأتي؟ أنا أرى والله أعلم تفقها مني أنه يلزمه الركوع على هذه الحالة، ثم بعد ذلك إن عجز فإنه في هذه الحالة يأتي بالسجود بالركوع ويزيده شيئا إلى يعني منتهى إمكانه، واخد بالك، عن السجود، ثم يعود مرة ثانية إلى الركوع كأنه يجلس بين السجدتين، ثم بعد ذلك وهكذا، ويستمر إلى نهاية الصلاة. يلزم أنه ركوع. أيوة، ما هو هنا عاجز وهنا عاجز، وهنا تردد بين يعني ترك الركوع. طب أنا قادر على الركوع، ما الذي يجعلني أتركه؟ أنني متوقع العجز عن السجود، ده توقع وليس يقين. لعله يشفى، لعله يمكنه ذلك. ما الذي أدراك أنه لا يستطيع؟ بالعكس، لو هو ترك ركوع حقيقي هو يستطيع أن يسجد كما هو وسجود البين سجد. ما هو يصدق علي مولانا أنه أتى بالبدل مع إمكان المبدل منه، وهذا لا يصح. أقول لك عايز مجتهدين الأسئلة. استاذ بين مش القيام. هو يرفع عادي. لا استاذ بين الجلوس بين السجدتين مش هي القيام؟ لا، حاصله بالركوع، هتحصل بالركوع، الفصل بينهما يحصل بالركوع، لان هو المراد منها ايه؟ الفصل، الفصل مع الطمأنينة. طيب حلو. مين اللي عايز يسأل؟ اهلا. العبارة شرح والسجود، والسجود اخفض من الركوع، والسجود اخفض من الركوع، اخفض من الركوع. يعني بمعنى السجود، والسجود أفضل من الركوع، وإلا فلا.
يعني الا فلا فين دي؟ لا يعني دي فين فلا بادي يعني لابد فين فلا. لا بس ثاني، بس ثواني، ما تاخدنيش بس في دوكا زي ما بيقول المصريين. وايه يعني وايه الفين والا فلا دي؟ بمعنى أين يجب عليه المصلي أن يسجد أكثر من الركوع، وإذا المصلي لا يسجد أكثر من الركوع لا يصح الصلاة. إن لم يميز بينهما مع القدرة. طيب ما أنت فاهم أهو يا أحمد، إيه السؤال؟ عايز تقول لنا ده المعنى اللي أنت فاهمه يعني؟ كويس، صح، هو ده اللي إحنا قصدينه. يلا قال تاني السؤال، واحد كده، واحد ربك. ماشي. وإلا أو ما بهما منحنية وقرب جبهتي جبهته أو قرب جبهته من الأرض، يعني منحنية هنا أقل بمعنى أقل، أو قرب جبهة بمعنى أكمل، أو لا 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 ده هنا بيقول له ده باعتبار أقل أو ما يصدق عليه السجود في حق هذا الشخص، أن يقرب جبهته بقدر الإمكان من مكان السجود. مكان السجود منحنيا مكان الركوع. لا منحنيا دي اقرا تاني، بيقول لك اهو أو ما بهما منحنيا، أو ما بهما وقدر على الركوع والسجود، وإلا أو ماء منحنيا يعني وإن لم يقدر على السجود والركوع، أو ماء منحنيا يعني يومئ بجميع بدنه. جميل. فإن قدر على يعني أن يقرب جبهته من الأرض مع يعني انحناء جميع بدنه فعل هذا، وإلا فعل ما يقدر عليه. يعني بمعنى أحدهما أو مع إيه؟ أحدهما ومع عندي معناه إيه؟ مثلا هو لم يقدر أن ينحني، لكن هو قرب جبهة مثلا. لا إزاي؟ ماشي يفعل. هو لم يستطع جسمه، لا ظهره عنده علة في ظهره، لا يستطيع أنه هو يعني يقرب جبهته من الأرض، خلاص ينحني بجسمه بقدر إمكانه. فإن قدر على أكبر انحناء أنه يعمل كده، ولا أستطيع أكثر من هذا يفعل. جميل. ويومئ مع هذا برأسه للركوع وأخفض للسجود، يبقى ينحني بالبدن بقدر الإمكان، ومع هذا أيضا يومئ بالركوع والسجود برأسه. قول كده عبارة الخطيب. قال ولو عجز عن السجود إلا أن يسجد بمقدم رأسه أو صدغه وكان بذلك أقرب إلى الأرض وجب. لأن كمان عند سؤال أخونا ده لا يستطيع أصلا أن يقرب جبهته من الأرض، لكن يستطيع أن ينحني وأن يزيد برقبته هكذا، يفعل هذا ويحني رقبته ويجعلها هكذا لي الركوع وأخفض منها للسجود، لأن هذا هو الذي يستطيعه. لأن الضابط عندنا قلنا إيه؟ قلنا يفعل الذي يقدر عليه بحسب الإمكان. ها؟ القدرة على السجود يعني القدرة على السجود يعني يفعل السجود ثم يرفع أو لا. تاني كده، تاني هو قدر على فعل السجود. قدر على السجود ماشي، مش مان. طب ما ايه المشكلة؟ وجب. طيب لكنه إذا سجد لن يقوم. يفعل برضك نفس السؤال بنفس المبدأ بنفس الفكرة، وعلى ذلك فقس، لأن العجز طرأ بعد قدرته على الركن، نزل على الأرض ما أمشي، عجز، هيعمل إيه؟
إنس ما يقدرش يرفع رأسه ولا خلاص هو لازق كده على الأرض يعني دي هتلزقت في الأرض. طب هيقوم إزاي؟ الذي وقع زي مثلا الرجل صلى على الكرسي. بقول لك إيه، أنت عندك السيولة في الأسئلة أشرح شوية وبعد كده بأخش على السيولة، لأن لو فضلنا نفتح في الصور مش هننتهي. على ذلك فقس، علمناك مسائل والبقية قس عليها. وللقادر التنفل قاعدا وكذا مضطجعا في الأصح لا مستلقيا، وإن أجاز بعض أصحابنا أن يصلي مستلقيا لكن المعتمد لا. وللقادر التنفل قاعدا، يعني وللقادر على القيام أن يتنفل حال كونه قاعدا، وقد أجمع العلماء على ذلك، سواء كانت هذه الصلاة النافلة مما لها وقت رواتب مثلا، أو لا وقت لها نفل مطلق، أو صلاة عيدين، أو صلاة كسوف، كل ما هو نفل بأنواعه المختلفة يجوز له أن يصليه قاعدا مع قدرته على الصلاة قائما. وعلل علماؤنا ذلك بأن النفل يكثر، فلو اشترطنا فيه القيام هيؤدي إلى المشقة، لا سيما إن احنا عندنا ممكن لما تجمع كده الصلوات ممكن توصل لخمسين ستين ركعة في اليوم، لما تروح تصليها مثلا وانت واقف ثلاث ساعات ولا حاجة، يعني هيؤدي إلى أنك هتصليها ولكن فيه مشقة شديدة عليك. لكن لو صليت من جلوس ستخف هذه المشقة بل قد تنعدم. أو لا يا عم ده كتير، أو النوافل أنا كفاية على الفرائض وربنا يكرمني، يبقى يؤدي ذلك إلى الترك. وكذا له النفل مضطجعا، يعني له أن يتنفل على جنبه الأيمن أو على جنبه الأيسر، ولكن الأيمن أفضل من الأيسر. يقول لك اضطجع الرجل أي وضع جنبه على الأرض. وقال وكذا مضطجعا في الأصح، يعني وكذا يجوز له أن يتنفل حال كونه مضطجعا مع القدرة على القيام في الأصح في خلاف. قال علماؤنا لحديث الإمام البخاري من صلى قائما فهو أفضل، يعني فهو أفضل من الصلاة قاعدا، بمعنى أن الصلاة قائما لها ثواب كامل، وأن الصلاة قاعدا على النصف من ثواب القائم، وأن الصلاة مضطجعا على النصف من صلاة القاعد وعلى الربع من صلاة القائم. ليه؟ لأن أنت بتقول قائم وقاعد، قاعد يبقى له النصف، طيب ومضطجع له نصف القاعد، طب المضطجع على كم من القائم؟ على الربع، لأن نصف النصف إيه؟ ربع. قال ومن صلى هذا الحديث قاعدا فله نصف أجر القائم من حيث القيام، لا من حيث الخشوع ولا من حيث التدبر، لأن هو بيقيس إيه؟ بيقارن ما بين قيام وقعود وما بين قعود واضطجاع. ومن صلى نائما، إيه ده؟ هو في حد بيصلي وهو نائم يا ولاد؟ النائم هنا يعني مضطجع، عبر عن المضطجع بالنائم مشابهة له في الصورة، وإلا لو صلى نائما بطلت صلاته لأنه هيغط كده، هو ده يعني وضوءه بيستمر؟ لا، يبقى ده تعبير مجازي. ومن صلى نائما لم يرد حقيقة اللي هي مشايخ حقيقة النوم. والمراه ولذلك قال سيدنا الامام المحلي، شوف بقى مشايخنا علماءنا القدامى وهم
يتعاملون مع الحديث على مستوى الفهم وعلى مستوى اللفظ. قال والمراد بالنائم المضطجع. والمراد بالنائم المضطجع. بالنائم المضطجع ازاي؟ ده يبقى المضطجع صفة للنائم. والمراد بالنائم المضطجع. يبقى والمراد من قوله النائم يعني أنه مضطجع. قال أما في الحديث أي في الحديث المضطجع لا حقيقة النوم. يعني هو عايز يقول إن المراد من الحديث يعني من حيث إنه قد عبر بالنائم المراد بالنائم هنا ده تفسير بيسموه تفسير مراد المضطجع وليس المراد بالنائم هنا حقيقة النوم لأنه لو نام انتقض وضوءه وإذا انتقض وضوءه بطلت صلاته. طب ولماذا سماه نائما؟ قال لك سماه نائما لأنه على أي مشايخ على صورة النائم. وأما المستلقي مستلقي يعني يا أولاد يعني نايم على قفاه استلقى على ظهره وقفاه فلا يصح مع إمكان الاضطجاع. إن أمكن أن يأتي بصلاة النافلة من الاضطجاع لا يجوز له أن يصليها مستلقية حتى وإن قام المستلقي وأتم الركوع والسجود. لماذا؟ قال لأنه لم يذكره الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في بيان التشريع. ده هو ذكر هذا وذاك مع وجود الثالث فلم يذكره. لماذا؟ لأنه على الأصل من عدم الجواز. لا ولذلك قال لك تفسير مراد المراد بالنائم هنا المضطجع. ده شراح الحديث قالوا كده. لكن انت عايز تقول نائما بس هنا بيقول لك ومن صلى نائما مفيش عموم. ومن صلى نائما يعني كل شخص صلى نائما ده مطلق. والمطلق يصدق على فرد واحد فقط وهو الاضطجاع. لا سيما انت لو بحثت في الاحاديث ستجد هذا التفسير. خد بالك. طيب شوفوا لنا كده جملة الروايات. هات كده الشيخ. وماله هده محدث كبير الشيخ ابن الملقن إمام كبير. الله احنا جايبين الكلام ده منهم يا دكتور. بس كده أتى بفروع ما صار واضحة عندهم. طب هات كده الترمسي. والمجموعة تلاقي جايب الروايات كلها. طيب إلى أن تأتوا به شيء زائد. لكن هو عندنا بعض أئمتنا الشافعية أجازوا أن يصلي النافلة مضطجعا ومستلقيا. قال بقى في الموني وقيل ايه الافضل ان يصلي مستلقيا فان المضطجع جاء صح. لا دي حاجه تانية. الافضل ان يصلي مستلقيا فان المضطجع صح. العكس بقى.
هو القيل، قول القيل يعني. وقيل الأفضل أن يصلي مستلقيا. قال هنا، قال في شرح مسلم: فإن استلقى مع إن كان الاضطجاع لم يصح. وقيل الأفضل أن يصلي مستلقيا فإن اضطجع صح. وقيل وقال الصواب الأول يعني لا يجوز. اه يبقى ده ايه ده؟ ده بيجعل الاستلقاء افضل من الاضطجاع. بيقول له لا، ده الافضل ان يصلي مستلقيا فان اضطجع جاز. وكانه اراد بالنائم هنا المستلقي، وكانه هذا اقرب عند مفسره، لان ان النائم ايضا يشمل المستلقي. وكان والاصل اذا نام على الظهر يعني. لا، ما هو لكن السنه ان ينام مضطجعا على جنبه الايمن. شنو الحالتين؟ حاله الاضطجاع وحاله الاستلقاء ايضا جريد. ايوه ده وارد وده وارد، بس علماءنا كانهم اطلعوا على روايات تفيد ان المراد بالنوم هو الاضطجاع لا الاستلقاء، أما الثاني فلعله أخذ هكذا بالظاهر. قال لك نائما يعني بيبقى مستلقي، ما هو المستلقي أيضا نائم يستلقي على ظهره وينام. كلام حلو. هات كده ابن حجر. هاتوا ابن حجر. بقوة، ده بقوة. إنما يتبادر منه المضطجع الذي تبادر، ده تبادر إليهم النائم أي المضطجع لا المستلقي. بس طب ابن حجر قال إيه هنا في التحفة؟ قال وصلاة النائم أي المضطجع على النصف من صلاة القاعد، ومحله في القادر. صح. طب الحاشية لعدم ورود أي أماكن. لعدم ورود يعني الصلاة النافلة مستلقيا، لكن لعلها وردت. لا ما خلاص، ما هو لقاه. أما مستلقيا فلا صح مع إمكان الاضطجاع، وإن تم ركوعه وسجوده لعدم وروده، أي والنائم إنما يتبادر منه المضطجع. جميل. هو نفس اللي عندك، اللي قاله الترمسي أخذه من التحفة. والنائم قال أي والنائم إلى آخره جواب سؤال من شاءه لعدم شين، أي النائم ورد ذكره في الحديث السابق. طب ما احنا عارفين وصلاة النائم أي المضطجع على النصف من صلاة القاعد. قال والنائم إنما يتبادر منه المضطجع ولا تبادر منه المستلقي. ومن ما تبادرش ليه في أذهاننا؟ ايه اللغه اللغه ولم ولم سموا ايه مردود الكلام. فهموا هو هناك يعني. ايه هناك روايه الخرزي. لا ده بيقول لك التبادر او قياس دي هو. لا التبادر، بيقول له المراد من التبادر من قوله في الحديث النائم تبادر المضطجع ولم يتبادر المستلقي. فإن لم يستطع فعلى الجنب، هذا يفسر ما قاله في النائم. لا هو بيتكلم بيقول لك فإن لم يستطع، لا قال ده الأول مربوط بعدم الاستطاعة وهو قدر آخر.
أصل هم كأنهم رأوا إن النوم الصورة المطلوبة المرغوبة المحبوبة فيه هو أن ينام على جنبه الأيمن، واخد بالك؟ والنوم على جنبه الأيمن هو الاضطجاع، فكان هو دوت، لأن هذه الصورة محبوبة ومسنونة في النوم أن ينام على جنبه الأيمن، والنوم على جنبه الأيمن هو ده الاضطجاع، أن يضطجع. طيب مفيش حاجة تانية عندكم؟ شوف كده، الله. طيب خذ يا ولدي، هي أظن في البخاري نفسها أي مضطجع، ده تفسير الراوي. أنا بقول لك أه قال في الرواية البخاري، هات لنا الرواية يا مولانا، هات لنا الرواية. هات لنا الرواية. في تفسير الراوي. تفسير الراوي قال ابو عبد الله قال الإمام البخاري رحمه الله بعد الإسلام قال من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر قائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر قاعد. قال أبو عبد الله نائما عندي مضطجعا هاهنا. ده مين أبو عبد الله؟ ده البخاري. ده وقال أبو عبد الله البخاري، ده البخاري يا ابني مش الراوي. قال أبو عبد الله يقصد بالبخاري محمد بن إسماعيل البخاري. هتولنا. نائما يعني بنون على اسم الفاعل من النوم، فظنه بإيماء يعني بموحدة مصدر أو مأ، فلهذا ترجم بذلك ولم يصب في ظنه أن البخاري صحفه، فقد وقع في رواية وغيرها عقب حديث الباب. قال أبو عبد الله يعني البخاري قوله نائما عندي أي مضطجعا، فكأن البخاري عندي. خلي بالك كلام حلو اهو، عندي يعني عندنا. فكأن البخاري كشف بذلك، وهذا التفسير كشف بذلك يعني قالوا كشفا يعني ايه؟ لا بيقول لك كشف. طب كمل يعني. فكأن البخاري كشف بذلك، وهذا كشف ولا كشف؟ كشف. ماشي كمل. وهذا التفسير قد وقع مثله في رواية عفان عن عبد الوارث في هذا الحديث. شفت بقى اهو. قال عبد الوارث النائم المضطجع. راوي الحديث هو اللي فسره، يبقى من قال به أنه مقتصر على الاضطجاع اللي هو قول الصواب، قال والله الرواية والراوي فسر الحديث بالاضطجاع، الآخر قال له لا، تفسير الراوي ليس حج علي، بل أنا سأحمل اللفظ على المعنى اللغوي بتاعه. قال الإسماعيلي معنى قوله نائما أي على جنب، انتهى.
شوف 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 دائما على ايه؟ على جنب. ده مين يا دكتور؟ فتح البالي. ايه؟ فتح البالي. ايه ده والفتح كده خلصها بسرعة؟ لا انتهى كلام جديد. اه كمل. انتهى كلامه وقف لي كده. لا. لا انتهى كلامه وقال كذا وكذا وكذا وكمل. وقد وقع في رواية الأصيلي على التصحيح أيضا حكاه ابن رشيد ووجهه بأن معناه من صلى قاعدا أو مأى بالركوع والسجود، وهذا موافق للمشهور عند المالكية أنه يجوز له الإماء إذا صلى نفلا قاعدا مع القدرة على الركوع والسجود، وهو الذي يتبين من اختيار البخاري. وعلى رواية الأصيلي شرح ابن بطال وأكر على النسائي ترجمته على هذا الحديث. فضل صلاة القاعد على النائم. بس كده خلصها ولا قال لسه في زوايد أخرى؟ يبقى الراوي، الراوي هو الذي فصل لنا هذا. خلاص كده عندك ولا ذكرها في موطن آخر؟ طب شوف شيخ الإسلام زكريا في شرحية على البخاري. ها اسمه ايه بقى؟ انا دايما انسى اسمه. منحة الباري، شرح الشيخ الإسلام زكريا منحة الباري، وكان مطبوع على حاشية القسطلاني. وكان شيخ الأزهر، كان شيخ إسلام كبير، شيخ إسلام عظيم. ما أظنش كان الأزهر حينئذ يعني له مشيخة، كان لسه، لكن كان هو شيخ الإسلام، يعني كان حاجة كمان أعلى من أن يوصف بشيخ الأزهر، حاجة عالية جدا. وكما ترى عمر ويعني أفاض بعلوم لم يسبق لها أحد. طلب عايزة يعني تبحث في كل شيء في الكتاب. ها قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في منحة الباري قال: ومن صلى قاعدا فمن صلى نفلا قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى أي نفلا مضطجعا فله نصف أجر القاعد. وقوله ومن صلى قائما أي ومن صلى قائما أي مضطجعا. نمت يا دكتور، أنت توهتني. المقدونة من صلى قائما أي مضطجعا. يبقى دائما تصحيف. قولوا ومن صلى نائما أي مضطجعا، كما مر مع زيادة في الباب السابق أن مضطجعا ذكر هنا في النسخة بلفظ قال أبو عبد الله قوله نائما عندي أي مضطجعا، وفي أخرى بلفظ قال أبو عبد الله نائما عندي مضطجعا ها هنا، ومعناه أن البخاري فسر نائما هنا بمضطجعا. ووجه مطابقته للترجمة أن النائم لا يقدر على الاتيان بالأفعال، فلابد فيه من الإشارة إليها، فالنوم بمعنى الاضطجاع كناية عن الإيماء إليها. يبقى تفسير البخاري، وبيقول البخاري وجده في بعض الروايات. عارف بقى تلاقي مين بقى اللي كاتب في هذا بحث طويل؟ البدر المنير في تخريج أحاديث الرافع الكبير. أعتقد هيجيب الروايات ويتكلم عليها. أنت معاك البدر المنير؟ طب هات البدر المنير وهات لنا اللي معاك كمان التحبير، تلخيص الحبير.
هات يلا. الحديث 20 عن عمران بن البصير رضي الله عنه قال قال الإمام ابن ملاكن رحمه الله تعالى في بدر المنير. الحديث 20 عن عمران بن البصير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه في صحيح منفردا به من حديث عمران بن من حديث عمران بن حصين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما إلى قوله فله نصف أجر القاعد. ورواه أبو داود بلفظ أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال صلاته قائما أفضل من صلاته قاعدا وصلاته قاعدا على النصف من صلاته قائما وصلاته نائما على النصف من صلاته قاعدا. فائدة: المراد بالنائم المضطجع. يدل عليه قوله في الحديث السالف فإن لم يستطع فعلى جنب. قال لك ده الحديث الآخر قال فعلى جنب ولم يذكر فيها إيه؟ فمستلقيا. والمراد بالنائم المضطجع يدل عليه قوله في الحديث السالف فإن لم يستطع فعلى جنب. وترجم له النسائي باب صلاة النائم. وقال بعضهم وهو تصحيف هو تصحيف وإنما هو نائما أي بالإشارة كما روي صلاته عليه السلام على ظهر الدابة يومئ إيماء. وحمل الذي قال أنه تصحيف النوم على ظاهره وحمل الذي قال أنه تصحيف هو ظاهر المراد من النوم النوم فده يبقى مصحف. واستدل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي إذا غلبه النوم أن يقطع الصلاة وإذا حمل على الاضطجاع كما ذكره الأئمة اندفع ما أشار إليه. ذكر هذا كله المنذري في حواشيه. قال العلماء والحديث المذكور في صلاة النافلة مع القدرة على القيام، فأما الفرض فلا يجوز قاعدا مع القدرة بالإجماع، فإن عجز لم ينقص ثوابه ولا ينقص ثواب فعل العاجز أيضا. انتهى ثم الحديث حادي بعد الـ20. خلاص الحمد لله. يلا سوفينا بحث لطيف، بارك الله فيكم جميعا، استفدنا وانتفعنا. قال واليمين أفضل من اليسار كما قاله في شرح مسلم. واليمين يعني والصلاة على الجنب اليمين أفضل من الصلاة على الجنب اليسار. دي المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب التيامن صلى الله عليه وآله وسلم كما قاله في شرح مسلم، يعني كما قاله الإمام النووي في شرح مسلم المسمى بالمنهاج. إن قدر عليهما معا، يعني إن كان قادرا على اليمين وكان في نفس الوقت قادرا على أن يصلي على اليسار، فإنه يسن له أن يصلي على اليمين، وإلا تعين ما قدر عليه منهما. فإن كان قادرا على اليمين فقط دون اليسار تعين عليه، وإن كان قادرا على اليسار فقط دون اليمين تعين عليه.
قال ويقعد للركوع والسجود. يبقى إن صلى على هذا المصلي النافلة، إن صلاها قاعدا أو مضطجعا، فإنه حينئذ إذا أراد أن يسجد لا يشير، إنما يجلس من أجل أن يركع ويجلس من أجل أن يسجد. قال ويقعد المصلي من غير أن يقوم، يبقى يأتي بالركوع والسجود من حالة القعود. للركوع أي بسبب الركوع والسجود، ليأتي بهما من قعود. وقيل يومئ بهما، لا تقوم يا أيها المضطجع ولا تقوم أيها ما ده بقى بيتكلم على الإيه المضطجع والقاعد. ويقيل يومئ بهما، يبقى صلى من قعود هيومئ، صلى من اتجاع هيومئ، صلى من استلقاء عند عدم القدرة هيومئ. قال ويومئ بهما أي بالركوع والسجود. طيب قال بعد ذلك ومقابل الأصحي، يقول لمن يقيس الاضطجاع على القعود. يبقى احنا بنقول ايه بقى، فين مقابل، فين الأصح بقى؟ الأصح وفات بيقول لك وكذا، لا وللقادر التنفل قاعدا وكذا مضطجعا في الأصح، أن وكذا مضطجعا في الأصح. مقابل الأصح بيقول له إيه، لا يسن له الصلاة مضطجعا، يعني إيه، يعني لا يصح له الاضطجاع في الصلاة. طب إزاي، طب ده نص عليه في الحديث، خد بالك. قال ومقابل الأصح، يقول لمن يقيس الاضطجاع على القعود، فكأنه هو حصر القضية والدلالة فين، في القياس. أنا شايف أن القضية مرجعها إلى الدليل النصي. طيب هنا بقى بيقول يا مشايخ أنه قيسة، يعني أن قال ومقابل الأصح، يقول لمن يقيس الاضطجاع على القعود، الاضطجاع يمحو صورة الصلاة بخلاف القعود. ده هو بيرد، طب إيه هو قوله، قوله ظاهر أنه الاضطجاع لا يسن، أو لا يعني المتنفل لا يجلس مضطجعا، يبقى لا يصح التنفل مضطجعا. لكن الأول بيقول إيه، بيقول لا يصح، يقول يصح التنفل مضطجعا. طيب يبقى ومقابل الأصح، يقول بأن التنفل مضطجعا لا يصح، ويقول للقائل بأن الاضطجاع يصح وقوع التنفل فيه، ويقول لمن يقيس الاضطجاع على القعود، قال طب الاضطجاع مقيس على القعود. قال له لا، هناك فرق ما بين القعود وما بين الاضطجاع. الاضطجاع ده بيمحو صورة الصلاة بالكلية، وأما القعود لا، ده القعود نفسه هيئة من هيئات الصلاة، القعود نفسه إيه، هيئة من الهيئات، فما زالت بعض هيئات الصلاة موجودة بخلاف الاضطجاع دمح صورتها، لأن الاضطجاع نفسه منافي للصلاة. ما هو ده بقى اللي هو احنا عايزين نسأل، هو لماذا رد عليه في القياس، لأنه لعله بيقول النص
نائما يعني ما يعني ماذا فعل مع النص بقى؟ قال نائما يعني ايه؟ يعني بما وجه النوم في الحديث. هل لم يصله الحديث ازاي يعني؟ قال لا، قال ده الكلام ده محمول على الفرض، محمول على الايه؟ على الفرض، ومحمول على عدم التمكن. بس ازاي ده في الحديث؟ اقرا تاني الحديث كده. من صلى قائما فهو افضل، من صلى قائما فهو افضل، من صلى قائلا فله نصف اجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف اجر القائم. بعيد حمله على الفرض، لكنه يحمل هذا على الفرض. قال وصاحب هذا الوجه يحمل الحديث على الفرض ويقول المراد به المريض الذي لا يستطيع الا ذلك، وأجره على النصف مما قبله. فإن تحمل المشقة وأتى بالزائد تم أجره. يعني قيل له أنت لا تقدر على القيام، صل قاعدة، لكنه إن تحمل المشقة وصلى قائما تم أجره. قيل له وهو قاعد يعني صلي على جنب، قال لا أنا هجلس وأقدر إن أنا أصلي قاعد، فله حينئذ يعني ثواب كامل لأنه تحمل المشقة. فإن يعني أخذ بالرخصة وصلى من الاضطجاع مع قدرته على الصلاة، لكن بمشقة، مع قدرته على الصلاة مع مشقة من قعود، فهذا الذي إذا صلى مضطجعا له نصف ثواب القاعد. طب إن عاد إلى القعود وتحمل المشقة وصلى لأن هذا مقدور فعل، فتم أجره حينئذ. فإن تحمل المشقة وأتى بالزائد تم أجره. طب إيه اللي خلاكوا تحملوا الحديث على الفرض؟ قال لأن الحديث وارد في عمران ابن حسين، وعمران ابن حسين كان مريضا بالبواسير، والكلام والخطاب موجه له، ولذلك شوف قال لك ايه والاصح. قال لان الخطاب في الحديث كان لعمران، ومعلوم من حاله انه كان مريضا. طيب الاصح ماذا قال؟ قال واجيب بان كونه جوابا لعمران لا يدل على ما تقول، لاحتمال أن يكون عمران سأله عن الفرض مرة فأجابه، وسأله عن النفل مرة فأجابه، فيبقى السؤال ده حاصل عن الإيه؟ حاصل عن الفرض طارة، وحاصل عن النفل أخرى. فهمنا؟ فهمنا الحمد لله، ده كل ده سهل. نجري بقى شوية بقى مع يعني. قال في شرح مسلم، يعني قال الإمام النووي في شرح مسلم المسمى بالمنهاج، فإن استلقى مع إمكان الاضطجاع لم يصح. طب يقصد بها الفرض والنفل؟ كلامه كده ظاهر، كلامه كده. فإن استلقى يعني صلى الفرض أو النفلة على ظهره مع أنه قادر على الاضطجاع لم يصح فعله، لم تصح صلاته. وهذا الكلام كما قلنا في القادر، يعني هو قادر على إيه؟ قادر على الاضطجاع وقادر على الاستلقاء. وهذا الكلام في غير نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ليس له ثواب النصف، ده صلاة قاعد كصلاته قائم. إذ من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تطوعه غير قائم كتطوعه قائما. ليه؟ هو النبي هيكسل،
هو النبي كسلان؟ هو النبي عنده غفلة اللي عند حضراتنا؟ لا. بعد ذلك نتكلم على الركن الرابع وهو قراءة الفاتحة، وهي ركن من أركان الصلاة. ها باللي عايز يسأل سؤال في صلب الدرس، ها قول يا ابني سؤالك. لا خلاص خلصنا من أومعة، هات لي حاجة في على النصف من السواب. خلاص أومعة أومعة أومعاش، أنا بدأت أومي أنا بكانه، عدي أومعة. أصل صورها كثيرة جدا وعلى ذلك فقس. عندك سؤال مباشر مرحبا، هترجعني في أومعة طلعني من أومعة. عندك سؤال؟ لا عندك سؤال؟ آه هرجعني في أومعة. طب وكده ونقعد نمثل وننام ونصحى؟ يا عم ارحمنا، ارحموا من في الأرض شلتوت، يعني يرحمكم من في السماء، يعني الله. هو الله في السماء؟ مكانة يا ابني لا مكانة. علم كلام عقيدة. أنا بخطابي للجميع وليس لك يا مولانا، لا تفعل هذا. سؤال مباشر، اوعى ترجعني الأومعة. ها يا سيدي، بالنسبة للجواب الاعتراض لمقابل أصح، ها أنا وجدت في الحديث عمرو بن الحسين أن عمرو بن الحسين هو كان مبصورا، لكن كان إيه؟ مبصورا، أيوه عنده بواسير، لكنه لما جاء إلى النبي وسأل سؤالا عاما ليس الإباءة، وقال في الرواية إيه؟ شكلك أنت أفقه يعني من مقابل الأصح. طب يال قول. قال حدثني عمران بن حسين وكان مبصورا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدة. هو ده سؤال؟ لا لا، الرجل يقصد به أنا يعني الألف واللام هنا، يعني إيه؟ واخد بالك للعهد الذهني، ما هو النبي عارف هو مين الرجل اللي مبصور. هتطلع هذا افقه يا ولد، ما بيقول له كمل كده، بيقول له ايه؟ ها الرجل، صلاة الرجل اللي هو انا. ما هو قال ديت يا مولانا اما ان تكون للعموم صلاة كل رجل، واما ان تكون للعهد الذهني، هي تفيد العموم ما لم يكن هناك معهود ذهني، وهنا معهود ذهني. ليه؟ جواب على مش جواب للمقابل، مش فاهم يعني، هو جواب على المقابل هذا اللي انا اقصد. فهو يا عم خلينا تبنى انا وجهة البتاعة التانية يا عم شكل انت ده، انت ايه ده؟ طب هو عايز يرد على المقابل، طب انا عايز اتبنى المقابل، انا عايز اتبنى المقابل من اجل ان انا اطلع كل اللي عنده، واخد بالك؟ او اقول له اللي انت فهمته ده غلط، واحتمال اللي هم اجابوا بيه ان القصة تكون حصلت مرتين، مرة سألوا على الفرض ومرة سألوا على النافل اولى. تو ايه ده يا اخي؟ وعندي قرينة اخرى في الحديث، لا مش دعوه بيها، مش هتظهر الان شيئا فشيئا، لان انا مع التوجيه اللي هم وجهوه ده قلبي غير مطمئن طبعا، خد بالك. لكن انت كلامك حلو، بيقول هو بيقول عن الرجل يعني جرد نفسه، مش انا خلي بال. طيب ما هو قرينك وكانت ببواسير تجعله يحمل هذا الكلام على العذر لا على السعة. الرجل، طب ما هو ليه ايه بقى سبب ان هو يقول لك وكانت ببواسير؟ يبقى هو رايح يسأل عن نفسه، لا يسأل سؤالا عاما انما يسأل سؤالا خاصا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم انما يعلم حاله، من اجل ذلك افتاه على حاله. ده كأنها فتوى، في الفتوى بيطلع في حال الواقع عن الرجل. ما هي قضية الأجر دي اللي مشكلة، وتبين لنا إن الكلام ليس في المرض، ما هي دي قرينة إن هو ليس في المرض. ليه؟ لأنه بيتكلم عن الأجر. الأجر يبقى هو عنده كل حاجة
كل المراحل الثلاثة ممكنة: قيام، قعود، اضطجاع، كلها في درجة واحدة، وكان قادرا عليها، يعني ايه، على التساوي. عندئذ يختلف، لكن لما تحمله على انه هو تحمل المشقة وقف، طب لماذا تحمل المشقة والشارع قد رفع عنه المشقة؟ فينبغي ان يكون هذا الكلام بعيد خالص ومتعين فيه النفل لا في الفرض. طيب، ها، فعرفنا بقى ان قال هنا للعهد الايه، للعهد الذهني، والمعهود ذهنا هو سيدنا عمران ابن الحصين. ها، ايه تاني؟ انتهى سؤاله. ها، سؤال في القضية عشان ما نرجعش الأوماء. أي حد هيطلعني الأوماء سأومئ به خارج المكان. حدش يقول لي ارجع لأوماء، أوماء يعني. والواد ينام والتاني يجي ينام جنبه عايز يغط كمان في النوم. ها، اسأل. قول الشاعر ويقعد للركوع والسجود، هذه الجملة يعود إلى قاعدة مضطجع. إليهما معا، يعني يقعدوا لزوما. لزوما، ولذلك قال وقيل يومئ بهما، لأنه قادر على الإتيان بهما فيلزمه هذا. ما هو الجامع بين ثواني ثواني مش هقول لك، اسأل سؤال مباشر، سؤال فهم، ما تقوليش أين العلة التي تجمع كل من الاضطجاع والقعود حتى يقاس هذا على ذاك. الجامع يا ابني بيتصلى فيه. الجامع ده ايه؟ مكان للصلاة. هيئة ايه؟ ده احنا بنمازح، انت مش فاهم انا بقول ايه. بيقول لي اين الجامع؟ قلت له الجامع هو المسجد، امشي الناحية دي كده اهو هتلاقي نفسك هناك في المسجد. فهو بيسأل عن العلة، علة القياس يعني. يعني هو بيقول له انت الحقت الاضطجاع بالقعود. صحيح. العذر يا سيدي. ايه ده؟ بس ده مش معذور، ده انت بتتكلم في السنه. واخد بال حضرتك؟ والسنه لا يشترط فيها العذر. فالجامع هو بقى يا مشايخ، ده عايزه كوبايه شاي، دي عايزة كوباية شاي. الجامع بين هذه الهيئة وهي القعود وهيئة الاضطجاع، لأنه هو بيقول قسنا الاضطجاع على القعود. طيب، ما هو الجامع في ذلك؟ والله أنا لا يحضرني الآن جامع يا مولا. طب شوف لنا كده المغني، هات لي العبارة عندك في المغني. ها، نشوف الجامع. ما في؟ طب ايه عبارة المغني؟ لما فيه ولا، والثاني لا يصح من اضطجاع لما فيه من انحماق صورة الصلاة. لما فيه من انمحاق، من امحاق سورة الصلاة. ده كأنه هو بيرد كده رد مبطن على القائل بالقياس، كأن ده بيرد على القائل بقياسي الاضطجاع على القعود. في، طيب هات لنا كده ال ترمسي. فين يا ابني التحفة؟ بس التحفة برضك نفس الكلام. هات يا أحمد، هات يا أحمد. أو ماء بالكتاب يومي وإيماء. ويلزم المضطجع القعود. بص اهو، ويلزم المضطجع، ويلزم المضطجع القعود للركوع والسجود. اهو الحمد لله.
فين؟ مقابل. يبقى هنجيب عبارته، هات عبارته يا ابني. ولا تعرض للمقابل ابن حجر مطلقا، إنما استدل بالحديث لحديثه ومحله ويلزمه، أما مستلقيا طيب. وتردد غير واحد في 20 ركعة من قعود، هل تساوي 10 من قيام؟ والذي يتجه أن 20 أفضل من حيث كثرة القراءة والتسبيح ومحلها، والعشر أفضل من حيث زيادة القيام. كلام رائع جدا، وكون المصلي اقرب ما يكون من ربه اذا كان سجدا هو بالنسبه لسعيد. والحاصل ان تطويله افضل من طيب. فان قلت ما افضل الزيادتين، وكون المنطوق اقوى من المفهوم يرجح الاول، لا سيما والخبر طيب. وفي المجموع وللمتنفل نعم ينبغي، واحتمل بل يكفي. ما قالش اي حاجه. ولا تعرض للمقابل. ابن حجر ما تعرضش للمقابل. شوف لنا كده في النهاية، مع ان النهاية مش هتلاقي فيه حاجة احتمال يعني، بس شوف. هل ممكن نجمع مثلا بجامع نقصان الأجر؟ يعني هنقيس المضطجع على القائم بجامع أن كل منهما ناقص الأجر. ممكن تبقى هذه هي يعني، هذا هو الجامع. طب هات ابن الملقن كده، امسك عمد، هات لي كده ابن الملقن وابحث انت فيه ما انت فيه. هات لي كده النجم الوهاج للدميري بيتعرض لهذه الدقائق. هات يا احمد، هات يا احمد مني. يقول والثاني لا يجوز ذلك لأنه يذهب صورتها بغير عذر، لأن قوام الصلاة بالأفعال، فإذا اضطجع فقد ترك معظمها، بخلاف القعود فإن صورة الصلاة تبقى منظومة معه، لأن القعود نفسه يعني هيئة من هيئات الصلاة. تنبيهات: إذا جوزنا الاضطجاع فهل يجري الاقتصار على الإماء؟ قال الإمام: وعندي في شرح المؤدب والذي لو فلا يجري من القلب لأنه حين، والثاني جميع النوافل في مدرسة سواء سؤال الشيخ عز الدين. طيب لا، هو أصلا ما تعرضش للقياس ده، بس هو تعرض للرد هنا. قال لا يجوز ذلك، والثاني لا يجوز لأنه يذهب صورتها بغير عذر، لأن قام الصلاة بالعفة إذا اضطجع
فقد ترك معظمها بخلاف القعود، فإن صورة الصلاة تبقى منظومة معهم. حتى الكلام ده فيه إشكال كبير، لا يجوز ذلك، وعلل عدم الجواز بإذهاب الصورة بغير عذر. إزاي؟ ده أصلاً التعلة ديت علة للرد على من قال بأنه لا يجوز. لا يجوز الصلاة من الاضطجاع. اقرا لي كده عبارة الموني. ولو الثاني لا يصح من اضطجاع لما فيه من امحاق صورة الصلاة. لا يصح من اضطجاع لما فيه من انمحاق صورة الصلاة، صح، لأنه يذهب صورتها بغير عذر، اللي هو الاضطجاع، لأنه أي لأن الاضطجاع يذهب صورتها بغير عذر، لأن قوام الصلاة بالأفعال، فإذا اضطجع فقد ترك معظمها بخلاف القعود، صح كده، فإن صورتها تبقى معه. كمل كده بقى عندك. قال في شرح مسلم فاستلقى مع إمكان الاضطجاع لم يصح. لا، اقرأ المحل كده. بل لك ومقابل الأصح يقول لمن يقيس الاضطجاع على القعود. مقابل الأصح بكلام عميرة. لحظة يا مولانا، هنشوف عميرة. اقرأ كده عبارة المحلي. مقابل الأصح، ومقابل الأصح يقول لمن يقيس الاضطجاع على القعود، الاضطجاع يمحو صورة الصلاة بخلاف القعود. طب يرد عليه أهي، ده تفسير ليها، بخلاف القعود. ومقابل الأصح، القياس للأصح، القياس للأصح، بس الأصح ما اعتمدش على القياس فقط، لكن هو بيقول لا، الحديث ده كمان أجاب عنه. يبقى هنا ابن الملقن بيشرح الجملة اللي عندك، إن دوت بيمحو الصورة وهذا لا يمحو الصورة، وإزاي لا يمحو الصورة هنا ولا يمحو الصورة هنا تكلم عنها، لكن هو ما تعرضش للوجه القياس. عندك في العزيز شرح الوجيز. يعني دلوقتي بنبحث عن العلة الجامعة لمن قال بأن القيام، بأن الاضطجاع ملحق به القعود. أنا بقول ممكن يبقى يلحقه به بنقصان الأجر، عدم شروط القيام. عدم في علة هتبقى عدم يا دكتور. عدم ايه؟ شروط القيام. في كده؟ لا، مفيش كده. عدم الإمكان. إمكان ايه؟ عدم إمكان القيام. تعالى بنتكلم في النافلة. ما هو بيقول له ايه؟ بيقول أصح يقيس، يقيس الاضطجاع على القعود. وهو قادر، قدرة موجودة، نقصان الأجر. لكن في النوافل لا يشترط في القيام، فهو أي صورة بدون. لا، تاني كده، في النوافل لا يشترط القيام، صح. ممكن تبقى مع، يعني عايز تقول مثلا الجامع هو عدم اشتراط القيام، يعني الجامع ما بين جواز القعود وجواز الاضطجاع هو عدم اشتراط القيام. قيام ايه؟ قول لي بس حاجة كده اقدر ان انا
استوعبها. نقصان الاجر بجامع نقصان الاجر في كل منهما صح. عدم شرط القيام في ايه؟ يعني لا يشترط القيام في القعود في النوافل. احنا ما بنتكلمش في النافل، احنا بنتكلم دلوقتي على هيئه. انت الحقت هيئه بهيئه، ما هو الجامع في الحاق هذه الهيئه بهذه الهيئه؟ انا بقول لك الجامع يعني اتبنى نقصان الاجر، لان هذه الهيئه اجرها ناقص وهذه كذلك. طب عرفناها منين؟ ما هو ده كأن القياس ده تعضيد لما فهم من الحديث، ومن قبيل اجتماعي أكثر من دليل على شيء واحد. يبقى إحنا بنقيس هيئة على هيئة، نقيس ها جواز التنفل مضطجعا على جواز التنفل قاعدة بجامع أن كل منهما ناقص الأجر. ممكن ممكن نقص الأجر. ماذا تقيس والمعنى دليل واضح فيه؟ وماله هل لا يجوز من اجتماع الأدلة على مدلول واحد؟ ده بالعكس، ده اجتماع الأدلة يقويها، لا سيما أنها ظنية، واجتماع ظنان على مضمون واحد يؤدي إلى تقويته. المقابل يرد على القياس بدون النظر إلى الحديث. ما هو رد أيضا على الحديث، بس حضرتك ما خدتش بالك. يعني هو الفرد يعني اتكلم على قال الفرد ده الحديث ده محمول على، ولذلك هتجد المغني قال الكلام ده عندك إن الحديث محمول على الفرد. أمال أنا جبته منين؟ انا جبت منين الكلام ده؟ لو قيس الاتجاه على طب شوف لي كده قسنا الايه. لو قيس الاتجاه على كل اللي في العزيز الاول. قال الامام ايوه كده خلينا وقال ولو تنفل مضطجعا مع القدره على القيام والقعود فهل يجوز فيه وجهان؟ احدهما لا، لان قوام الصلاه بالافعال، فإذا اضطجع فقد ترك معظمها وانمحت صورتها بخلاف القعود. صلى على النبي. الكلام بتاع البدر البدر بتاع عمدة المحتاج نص من هنا، العلة دي خدها بنص من العزيز شرح الوجيز. قريناها لسه فين دي؟ هذه العبارة في عمدة المحتاج لابن الملاقي. فإن صورة الصلاة تبقى منظومة معه مع القعود، ولا تبقى منظومة. اللي هيشوفك مش هيقول انت مصلي وانت نايم زي اخونا كده لما نام وغطى في نومه. وصحهما الجواز لما روينا من الخبر. ثم المضطجع في صلاة الفرض انقدر بس ما تكلمش على القياس. جابها منين المحلي؟ قال ايه؟ وقال ثم المضطجع في صلاة الفرض إن قدر على الركوع والسجود يأتي بهما كما تقدم. وهاهنا الخلاف في جواز الاتجاع جار في جواز الاقتصار على الإمام. لا 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 لا، ده حاجة تانية خالص. نقصان الأجر. ايه؟ الذي قال بهذا؟ فين القياس؟ المقابل الأصح بيقول انه قال بالقياس. الأصح هو الذي قال بالقياس مع الحديث. صحيح مقابل. فين بقى؟ هات لنا كده العقل. ايه؟ صحيح مقابل. لا، المقابل بيقول لحضرتك انه دي صورة تمحو بها صورة الصلاة ولا ينتظم معها الصورة، بخلاف القعود ينتظم معها صورة الصلاة، وأما هذه لا تنتظم، مش منتظمه. دي صلاه؟ دي حد شافك كده وانت نايم انت بتصلي؟ طب وانا قاعد؟ لا، وانت عجاز جار هذا. المقابل اصح يعني هم يروا ان هذا هم يقولون لا يجوز التنفل من اضطجاع. ليه يا جماعه؟ قالوا لان هذه الهيئه تمحو صورة الصلاة فلا تبقى معها
الصلاة منتظمة. هو يعني مخالف للأصل، مخالف للقاعدة. هو هل هم يقصد ذلك؟ إيه قاعدة. إلى أن صلاة يعني القيام والقعود هذا هو معروف. ده هتزلك صورة الصلاة. أقصد هذا. أما الآخر تبقى صورة الصلاة موجودة ومنتظمة. لكن ده كأن هذه الهيئة هيئة تشبه العادات للعبادات. فعلته هو المخالفة. مخالفة ايه؟ مخالفة لسورة الصلاة. كأن الصلاة له قاعدة عامة. سورة مذكرة به. لكن لما انت تنام ده سورة الصلاة ضاعت. لا افعال ولا هيئة ولا اي حاجة. لكن وانت قاعد لا، وانا قاعد ده الصلاة من ضمن صورها القعود، فلم تمحي صورة الصلاة لوجود هيئة من هيئاتها. احنا الآن بنبحث عن العلة، وانا قلت لكم بجامع نقصان الثواب وخلاص راحت معنا، لكن انتوا مش مقتنعين براحتكم دوروا، لقيتوا حاجة تانية قولوا لي. بعد بقول لك يعني بجامع التخفيف ممكن، بجمع التيسير ده بدا ينفع ده غير احتمال. فين بقى عدم الانضباط؟ قول لي بقى يعني فين الانضباط في التيسير؟ طب ما انت فين هو يعني ايه انضباط؟ يعني حاجة حاجة حلوة، زي واحد روح تشتري من عنده سخان، فبقول له يعني سيلز يعني مسوق، بقول له صف لي كفاءات هذا السخان حتى أرجحه بهذه الكفاءات والمواصفات على سخان آخر. فقال لي والله هو حلو. يعني إيه حلو؟ قول لي هذا السخان يشتغل على كذا الحنفية، هذا السخان لا يعني يسحب كهرباء كثير، هذا السخان مثلا مدة عمره أطول، هذا السخان قد جربه أكثر من الناس فوجدوا أنه عنده وسائل أمان أعلى. هذا يا جدع اعمل لي حشية. حلو جميل جميل مش مشكلة. حلو الله الله. أومأ بالجواب. طيب على كل حال هذا مبلغ علمنا. شوفها كده في ممكن إمام الحرمين هو اللي مولع بيه الأقيسة والشغل العقلي ده، هتلاقي عنده جامد قوي. دوروا عند المواردي واخد بالك. عايزين حد يأتي في محاضرة غد ويقول لنا إنه هو وجد فيها كلام لطيف، ابحثوا ابحثوا. وأنا يعني ننتهي عند هذا، وغدا مطالب منكم البحث، والله تعالى أعلى وأعلم.